بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله المحاضرة الخامسة، ونتطرق الآن إلى الإكزامبل رقم 2، أيضا معطي بصيغة المينيمايزيشن كما تطرقنا له في إكزامبل رقم 1. Z sub x يساوي 3x1 ناقص 2x2 بلس 4x3، والمحددات subject 2، المحدد الأول 3x1 زائد 5x2 زائد 4x3 أكبر يساوي 7، و 6x1 زائد 6x2 عفوا 6x1 زائد x2 زائد 3x3 أكبر يساوي 4، و 7x1 ناقص 2x2 ناقص x3 أكبر يساوي 10، و x1 ناقص 2x2 زائد x3 أكبر يساوي 3، و 4x1 زائد 7x2 ناقص 2x3 أكبر يساوي 2، ومن x1 إلى x3 أكبر يساوي 0. إذا لو تلاحظون المسألة هنا هي بصيغة المينيمايزيشن، لكن الكونسترينات كلها بصيغة الأكبر أو يساوي، يعني المينيمايزيشن محددات ما تكون بصيغة الأكبر أو يساوي. فالحل حتى أول مرة حصل على الدالة الأولية البرامر فونكشن، فحولها بصيغة الماكسيمايزيشن. فبصيغة الماكسيمايزيشن Z sub X داش حتى نميز عن بصيغة المينيمايزيشن، فنضرب دالة الهدف بناقص 1 فتصبح عندنا 3 ناقص 3x1 زائد 2x2 ناقص 4x3، والمحددات بما أن كلهن أكبر أو يساوي فكل المحددات سوف نضربها بناقص 1 جانبين، و لغرض تحويل إشارة أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي. تلاحظون ضربنا في كل ناقص واحد للجانبين وتغيرت إشارات المعاملات، لأنه ضرب بالناقص وكذلك إشارة الثوابت في الطرف الأيمن ناقص، وكل ما وحصل تقلب العلامة وتغييرها من أكبر أو يساوي إلى أصغر أو يساوي في كل المحددات كما هو واضح أمامكم. الدول إذا الدول مالتها أو الثنائية الدالة للبرايمال duality of primal هو بصيغة المينيمايزيشن Z، هنالك هنا بالduality سوف تتغير متغيرات القرار بدلا من X بدلالة ال W، وشرحنا سوف تكون ثوابت البيتا البي في الكونسترينات إلى ثوابت في دالة الهدف، وتتحول تأخذ مكان ثوابت السي. وتلاحظون ناقص 7 دبليو 1 ناقص 4 هو الثابت الأول بي 1 ناقص الثابت الثاني هو البي 2 4 دبليو 2 ناقص الثابت الثالث هو العشرة دبليو 3 ناقص 3 هو اللي يمثل البي 4 دبليو أخذ دبليو 4 وناقص 2 هو الـ B5 وأخذ ناقص 2 W5، والمحددات Subject 2 تتحول الأعمدة إلى أسطر والأسطر إلى أعمدة كما تلاحظون، ناقص 3 W1 ناقص 6 W2 ناقص 7 W3 ناقص 4 W4 ناقص 4 ناقص عفوا 4 ناقص W4 ناقص 4 W5 أكبر أو يساوي ناقص 3. السطر الأول إجا من معاملات الكولوم الأول في دالة البرايمر، لو تلاحظون العمود الأول في كونسترينات البرايمر هو ناقص 3 ناقص 6 ناقص 7 ناقص 1 ناقص 4 اللي أخذ هو معاملات الكونسترين الأول في دالة الديوالتي، والناقص 3 منين اجتي؟ اجتي من مثل السي 1 تحولت السي 1 بدال البي 1، وهكذا بالنسبه للكونسترينات الاخرى نفس العمليه اللي اشترطنا لها في المثال الاول لا اكثر ولا اقل.
الاكزامبل 3 هنا الاكزامبل 3 لو تلاحظون هو مطي اساسا بدلالات الماكسيمم وما نحتاج نحول بدلالات المينيمايزيشن ونعطي زد سب اكس داش حتى نحصل على بايرا لانه اساسا مطي بدلالات الماكسيمم فزد يساوي 2 اكس 1 زائد 3 اكس 2 زائد اكس 3 والمحدده سبجكت 4 اكس 1 كوستر الاول هو 4 اكس 1 زائد 3 اكس 2 زائد اكس 3 يساوي 6 والكونسنترين الثاني هو اكس 1 زائد 2 اكس 2 زائد 5 اكس 3 يساوي 4 الاكس 1 اكس 2 اكبر يساوي 0 الحل حتى نحصل على البرايمر لهذه الداله زد سب اكس يساوي لنا 2 اكس 1 زائد 3 اكس 2 زائد اكس 3 ما نحتاج ان نضربها في ناقص 1 لان هي مو بصيغه المينيمم حتى نحولها بصيغه الماكسيمم اساسا كما ذكرت هو مطيه بصيغه الماكسيمم فبقت الداله كما هي في البرايمر المحدد سبجكت 2 لاحظ المتحدد المحدد الاول بدلالات المساواه المحدد الثاني ايضا بدلالات كما ذكرنا سابقا فيتحول بأما مرة يساوي ناقص 6 أصغر يساوي 6 مرة أصغر يساوي ناقص 6 ولكن لما أصغر يساوي ناقص 6 نضرب طرفي الدالة بناقص 2 حتى نحصل على ناقص 6 الكونسنترين الأول هو تحول حتى تحول 4 اكس 1 زائد 3 اكس 2 زائد اكس 3 اصغر او يساوي 6 بالصيغه هذه حتى نحول الصيغه الثانيه لانه قلنا لا بصيغه مساواه مره ياخذ 6 مره ياخذ ناقص 6 فالحاله الاولى هي اصغر او يساوي 6 ما احتاجنا ان نضربها في ناقص 1 لان هي اساسا بالموجبه فيبقى الطرف الايمن هو بدون ما نضربه ناقص 1 والطرف الايسر بما انه موجب فما يحتاج الايمن لا في الطرف الايسر يبقى بصيغه الاعتياديه ما نضرب ناقص 1 وبما انه الطرف الايمن هو اصغر او يساوي 6 بالموجب فما يحتاج نضرب ناقص 1 فهو 6 موجب لكن لما هو بصيغه ناقص 6 اصغر يساوي ناقص 6 حتى نحصل على ناقص 6 المفروض نضرب طرفي المعادله بناقص 1 فاصبحت المعادله ناقص 4 اكس ناقص 3 اكس 2 ناقص اكس 3 اصغر يساوي ناقص 6 وكذلك بالنسبه للمعادله الثانيه لما كان الكسرين ثاني لما يساوي ناقص 4 الكسرين تحول الى اكس 1 زائد 2 اكس 2 زائد 5 اكس 3 اصغر يساوي 4 والكسرين الاخر ناقص اكس 1 ناقص 2 اكس 2 ناقص 5 اكس 3 اصغر يساوي ناقص 4 فشو لاحظوا لانه بصيغه المساواه كسرينات 2 تحولا الى 4 كسرينات بصيغه برايمر الان حتى نحصل حصلنا على الداله بصيغه برايمر الاوليه والاساسيه الدور مالتها والثنائيه مالتها سوف كما ذكرنا تحول الداله من داله بدلاله الاكس الى داله الدبليو المتغير ديسيجن فاريبل بدل الاكس اكس واي اكس ان يتحول الى متغيرات القرارات دالة الدبليو من دبليو 1 الى دبليو ان هنالك من اكس 1 الى اكس ان الاكس يمثل عدد الاسطر عدد الاعمده بينما هنا المتغيرات من دبليو 1 الى دبليو ان يمثل عدد الاسطر اذا مينيمايزيشن زد سب دبليو يساوي لنا 6 دبليو 1 ناقصا 6 دبليو 2 زائد 4 دبليو 3 ناقصا 4 دبليو 4 هذه الثوابت هي تحولت من سي دلالة سي الى تعودات وهي تمثل العمود اللي هو يمثل الجانب الايمن من الاخير من
من ثوابت الكوسترين هذا. الكوسترين الأول ثابت مالته بي 1 6 فأخذ 6 دبليو 1، الكوسترين الثاني مالته ناقص 6 فأخذ ناقص 6 دبليو 2، والكوسترين الثالث هو 4، الثابت مالته البي 4 البي 3 تحول إلى زائد 4 دبليو 3، والكوسترين الرابع هو الثابت مالته البي 4 ناقص 4 فصار ناقص 4 دبليو 4. والكوسترينات بنفس العملية السابقة، الأسطر الكولومات الثوابت الكولوم الأول تتحول إلى ثوابت السطر الأول ناقص اللي هو 4 W1 ناقص 4 W2 زائد W3 زائد ناقص W4، وثوابت الكولوم الثاني تتحول إلى ثوابت السطر الثاني بصيغة الدور، فثلاثة W1 ناقص 3 W2 زائد 2 W3 ناقص 2 W4 أكبر يساوي 3، فثلاثة منين إجتي تمثل قيمة C2 في دالة الهدف. كذلك بالنسبة للكونسترين الثالث، فمعاملات العمود الثالث تتحول إلى معاملات السطر الثالث بالدواليتي، ف W1 ناقص W2 ناقص 5 W3 زائد W5 W3 ناقص 5 W4 أكبر أو يساوي 1. تلاحظون أن الكونسترينات مال المينيمم تحولت من أصغر يساوي إلى أكبر أو يساوي. الكونسترين الأول أكبر يساوي 2، الكونسترين الثاني أكبر يساوي 3، الكونسترين الثالث أكبر يساوي 1، والكونسترين الرابع الكونسترين الثالث أكبر يساوي 1. الواحد منين إجا هو يمثل الـ C3 بدالة الهدف معامل الـ X3 اللي هو C3 يساوي 1، فأنا أكبر أو يساوي 1 ناقص W1 ناقص W2 زائد W3 5 W ناقص 5 W4 أكبر يساوي 1، كما ذكرنا من W1 إلى W4 أكبر يساوي 1. ناخذ إكزامبل آخر، إكزامبل 4. تلاحظون هنا بدالة المينيمم، بدالة المينيمم Z sub X يساوي X1 زائد X2 زائد X3. بما أن بدالة المينيمم نحتاج نحول بدالة الماكسيمم، أي نضرب دالة الهدف في ناقص واحد، وكذلك الكونسترينات أيضا لازم نعالجها. جيد. السوليوشن، قبل ما ندخل بالسوليوشن هنالك محددات. شوف هنا تنوعت المحددات، مره يساوي، مره اصغر يساوي، ومره اكبر يساوي. لكن عندنا هنا استنى، يعني احتوت كل الحالات اللي هي بالاكزامبل 1 واكزامبل 2 واكزامبل 3، انضاف لها شيء جديد وهو ان اكس 1 كما نعرف اكس 2 اكبر، لكن الاكس 3 ان ريستريكتد ان ساين، ما محدده باشاره، يعني قد تكون بالناقص وقد تكون بالموجب، لازم نعالج هذا الموضوع. فقد تكون ناقص 3 وقد تكون ناقص 3 ناقص اكس 3 وقد تكون زائدا اكس 3، فشلون نتعامل مع هيك حاله؟ ندخل هسه بالحل البرايمال، اول مره نحصل على البرايمال فانكشن، وحتى بعدين نحصل على الدواليتي منها. فبما ان المينيمم نحول الى ماكسيمم، فتتحول الداله من مينيمم زد سب اكس الى مينيمم z sub x داش، ونضرب دالة الهدف في ناقص واحد ويساوي ناقص x1 ناقص x2 ناقص x3. لكنه x3 هنا بما انه احنا عندنا unrestricted من الاشارة، قد تكون مرة ناقص ومرة موجب، فلاحظوا فاذا كانت بالموجب فراح تاخذ ناقص x3 داش، وإذا كانت بالسالب راح تاخذ زائد x3 داش، لأنه السالب بالسالب راح يتحول زائد x3 داش. المحددات كالتالي، المحدد الأول x1 ناقص 3 x2 زائد 4 x3، بما أنه يساوي كما عملنا بالمثال السابق، مرة يكون أصغر يساوي بالموجب، مرة يكون 5
أصغر يساوي موجب 5 مرة يكون أصغر يساوي ناقص 5، لكن بالحالة الثانية اللي هو أصغر يساوي سالب 5 المفروض إحنا نضرب الدالة في ناقص 1، وهكذا حصلنا على ونغير الإشارة. الإشارة هي مرة تكون أصغر يساوي مرة يكون 5 مرة تكون أصغر يساوي 5. حصلنا على كونستران 2، الكونستران الأول هو x1 ناقص 3 x2 زائد 4. فبما أنه هنا غير محدد فشو نسوي؟ كما ذكرنا سابقا ناخذ الفرق ما بين الاثنين، الفرق بين الحالتين عندما يكون بصيغة كلا المحددين بصيغة الموجب. بتلاحظون هنا x3 داش هو بصيغة الموجبة وناقص x3 داش بصيغة الموجبة، لأنه أخذنا الفرق فتحولت زائد x3 داش إلى ناقص. زين، فحصلنا على الكونسترين الأول طبعا 4 تكون بين قوسين لأنه مضروبة في الفرق ما بين x3 داش ناقص x3 دبل داش. وكذلك بالنسبة للكونسترين اللي بعده هو ناقص x1 نضرب في ناقص 1 فتحولت إلى ناقص x1 زائد 3 x2 ناقص 4 في الفرق ما بين المتغير x3 داش بصيغة الموجبة ناقص المتغير x3 داش بصيغة الموجبة أيضا أصغر يساوي ناقص 5. نأتي على الكونسترين اللي بعد x1 ناقص 2 x2 أصغر يساوي 3، فهو بما أنه بصيغة الأصغر يساوي 3 فبحالة الماكسمايزيشن الكونسترين ما يحتاج نغيره يبقى كما هو، لكنه المتغير الكونسترين الثالث بما أنه بصيغة الأكبر يساوي 2 x2 ناقص x3 أكبر يساوي 4، فحتى نحول الإشارة أكبر أو يساوي إلى أصغر يساوي فنضرب طرفي معادلة الكونسترين الثالث في ناقص 1 فيصبح ناقص x2 زائد x3. فبما أنه x3 إحنا عندنا هي الفرق بين الاثنين فتاخذ x3 والإشارة هي سالبة فتاخذ موجب x3 داش ناقص x3 دبل داش يكون أصغر يساوي ناقص 4. ممكن لأنه الناقص هو حيدخل على المعادلة، فالناقص قبل x3 بالأصل يحول الإشارة إلى موجب، وبالنتيجة الاكس هي الفرق بين القيمتين اللي هي x3 سب داش ناقص x3 سب داش x3 سب داش ناقص x3 سب دبل داش يساوي أصغر ويساوي 4، وال x1 x2 x3 داش و x3 دبل داش هي أكبر ويساوي 0، هذه معروف. الآن حتى نحصل على الدور من البرايمر شرحناه بما يفي الغرض بنفس الطريقة السابقة، حصلنا على Z sub W بدالة X W، فنأخذ ثابت بحالة ال B1 وال B2 وال B3 وال B4 بالكونسترين بحالة اللي هو 5 ناقص 5 و 3 ناقص 4 بالكونسترينات بدالة البرايمر عندما كنت الماكسيمم تتحول إلى 5 W1 ناقص 5 W ناقص 5 W1 ناقص 5 W2 زائد 3 W3 ناقص 4 W4 بنفس الطريقة، والكونسترينات أيضا كما ذكرنا معاملات الكولوم الأول بالكونسترين بصيغة برايمر تتحول إلى معاملات السطر الأول بالكونسترين عندما تكون حالة الدواليتي بصيغة المينيمم. وحصلنا على W1 ناقص W2 زائد W3 أكبر يساوي ناقص 1، وكذلك بالنسبة للبقية حصلنا على الكونسترين الثاني ناقص 3 W1 زائد 3 W2 ناقص 2 W3 ناقص 2 W4 أكبر يساوي ناقص 1، لأن تحولت الإشارات من أصغر يساوي الكونسترين الأول الكونسترين الثاني إلى أكبر يساوي، وكذلك بالنسبة للكونسترين الثالث 4 W2 ناقص 4 W عفوا 4 W1 ناقص 4 W2 زائد 4 W4 أكبر يساوي ناقص 1، والكونسترين الثالث ناقص 4 W1 زائد 4 W2 ناقص 4 W4 أكبر يساوي 1، و W1 W2 W3 W4 أكبر يساوي 0، هذا متعارف عليه. فحصلنا على الدور
أو الدواليتي مع البرايمر هنا. واللي هنا نكتفي بموضوع الدواليتي ضمن موضوع السمبلكس ميثود، وهو ممكن يستفاد من عنده أيضا في مواضيع أخرى غير السمبلكس ميثود أيضا. مع الشكر والتقدير والتوفيق للجميع إن شاء الله.